من هنا انطلقوا عائدين إلى ساحة اقترنت بحياتهم اليومية، بطموحاتهم وحتى بأحلامهم في الحصول على وطن فيه القدر الكبير من معاني المواطنة. تسير حكومة ديمقراطية قادرة على المراوحة بين السهر على ضمان الحريات الأساسية للأفراد، كما تقدر على توفير القوت لهم. معتصم باردو بصوت واحد وتحت راية واحدة عادوا إلى ساحة اعتصامهم بعد أن غادروها باتجاه ساحة الحكومة بالقصبة، مكونين سلسلة بشرية امتدت بين الساحتين في تعبيرة نضالية مستحدثة. حقيقة نحب نأكد أن الشعب التونسي شعب مبدع يخلق أشكال نضالية متجددة للتعبير عن موقف واحد، موقف وحد أغلب أطياف الشارع السياسي والمجتمعي. طالما المعتصمين كل مرة يستنبطوا طريقة للتعبير وللاحتجاج، فكل يوم هو متميز، يعني فمش يوم يشبه اليوم الآخر. اليوم لا شين يمان، السلسلة البشرية كانت ناجحة جدا على الأقل من وجهة نظري. شوية إبداع وإخراج، أما هو راهو إخراج جماعي، شاركوا فيه على القليلة 20,000 مواطن تونسي من بطحة باردو حتى القصبة. مرة أخرى الشعب التونسي والنواب متاعو حبوا يعبروا على تضامنهم مع بعضهم، اللي هما فرد كلمة واحدة، فرد طلب واحد. العودة كانت مرفوقة باحتفال ورقص وغناء على ألحان اقترن سماعها بكل نفس ثوري، أنغام كانت تغنى في الأطر الضيقة في احتفالات إما المنظمة الطلابية أو المنظمة العمالية، وخرجت من تلك القاعات إلى الساحات العامة بعد سقوط الطاغية، وكأن المحتفلين لم يعبأوا بشروط الترويكا في الموافقة على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل. ترويكا تربح في الوقت، مناورات لا أكثر ولا أقل. الناس هذوما ما فهمناهمش، خاطر يقول لك إيه للمبادرة، أما توا نحكيو من بعد، إيه للمبادرة ما نحلوش الحكومة، إيه للمبادرة ما نغيروا حتى شيء في طريقة العمل تاع المجلس التأسيسي. سمعنا العديد والعديد من المبادرات اللي في أغلبها الغاية منها هو ربح الوقت من أجل مزيد التجذر ومزيد اختراق الإدارة التونسية. رغم الثناء الشديد في وسائل الإعلام من قبل كل الأحزاب السياسية الذي حظيت به مبادرة الاتحاد الشغل في حل الأزمة السياسية، إلا أن الواقع كان مختلفا. طرحت الترويكا ما أسمته بحزمة الشروط، ورفضت المعارضة لاعتبارها أنها شروط تعجيزية الغاية منها ربح الوقت والالتفاف على مطالب المعتصمين.